أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة، ونناقش فيها اليوم بدء سريان الهدنة في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل، وما تضمنته من وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى، إضافة إلى المكاسب المحتملة من هذه الهدنة بالنسبة للمقاومة بعد 49 يوما من بدء الحرب وفرض الحصار الشامل على قطاع غزة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من القدس الكاتب والمتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد راسم عبيدات. مرحبا بك يا أستاذ راسم. أهلا وسهلا بكم والتحيات لكم. ومن إسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية السيد نبيل الحلبي. السيد نبيل مرحبا بك. هلا مرحبا بكم. وسوف ينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من القدس الكاتب والباحث السياسي السيد خليل العسلي. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ التغطية بعد فاصل قصير، كونوا معنا. إذن أبدأ معك أستاذ راسم عبيدات. أستاذ راسم، يعني كيف ستنعكس الاتفاق هذه أو ستكون هذه الهدنة؟ ماذا تمثل هذه الهدنة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وماذا تمثل أيضا بالنسبة للكيان المحتل؟ نعم، هذه الهدنة فرضتها المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال. أنت تعرف أن الاحتلال كان خرج إلى معركة للرد على معركة طوفان الأقصى، وقال بأن لديه أهداف استراتيجية، ومن ضمنها أنه سيسعى لتفكيك المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس، ولن يكون هناك تفاوض لا مع حركة حماس ولا مع فصائل المقاومة، وعلى المقاومة أن تطلق سراح الأسرى بدون قيد أو شرط. وكذلك هناك أهداف أخرى حددت باتجاه ليس فقط القضاء على المقاومة تحرير الأسرى، بل كان من ضمن الأهداف التي قالوا بها القضاء على قدرات العسكرية والتسليحية والأنفاق الهجومية، وأيضا طرد وترحيل وتهجير شعبنا إلى خارج قطاع غزة. والهدف الاستراتيجي النهائي إعادة رسم خارطة المنطقة من جديد، بما ينشئ ما يسمى ب النظام، ليس فقط النظام العالمي الجديد، شرق أوسط جديد. وبالتالي هذه الأهداف الكبرى التي خرجوا إليها، وضمن هذه الأهداف تحرك مجلس الحرب المصغر عند الاحتلال نتنياهو وجالنت وغيره من قادته، ولكن في أن هذه الأهداف العسكرية الكبرى التي وضعوها لم يستطيعوا تحقيقها، وبالتالي أصبحوا يخوضون حرب استنزاف داخل قطاع غزة. كلما تقدموا داخل القطاع كلما دفعوا ثمنا باهظا أكثر في الجانب العسكري على صعيد الجنود والضباط والدبابات والمدرعات، وبالتالي هذا عكس نفسه بعدم تحقيق أي إنجاز ميداني أو عسكري أو عملياتي، بأن الاحتلال رضخ لشروط المقاومة، ونتنياهو بدأ بالنزول على الشجرة هو ومجلس حربه المصغر، وافقوا على هذه الهدنة والتي تعتبر كسر لاستراتيجية الاحتلال، أولا برفض الهدن المؤقتة، وثانيا برفض التبادل مع المقاومة الفلسطينية، حيث كان يعتبر أن الحل لتحرير أسرى هو يأتي من خلال الجانب العسكري والأمني، ولكن هو رضخ في النهاية إلى هذا التفاوض. والتجارب تقول في هذا الإطار في هذه الحالة أستاذ راسم تأتي لجانب ولصالح المقاومة الفلسطينية، يعني ممكن اعتباره إنجاز عسكري أو إنجازا عسكريا. هذا يعتبر يا سيدي 57 دولة عربية وإسلامية للأسف والتي عقدت قمم وسمتها بين قوسين عاجلة وطارئة بعد 36 يوما من العدوان على شعبنا وعهدنا في قطاع غزة، هي لم تستطع أن تفتح معبر ولا تستطيع أن تدخل لا مازوت إلى قطاع غزة ولا قارورة مياه ولا علبة دواء. ولذلك هذه المقاومة هي التي استطاعت أن تنجز هذه الهدنة وتدخل المساعدات الإنسانية والسلر والمازوت إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أنها
أيضا في هذه القضية تفرج عن أسرى وأسيرات لشعبنا في سجون الاحتلال، سواء من الأطفال دون سن 18 أو كل النساء والفتيات الموجودات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. والاحتلال الإسرائيلي أجمعت الصحف الإعلامية وقالت وكل أن ما حصل هو بالنسبة للاحتلال هو هزيمة لهذا الاحتلال، والبعض هذه الصحف قالت بأن هذه ابتزاز وليست صفقة، وخاصة أن نتنياهو كان يؤكد دائما مع جالنت أنهم لن يتفاوضوا مع المقاومة ولن يعقدوا هدى ولن يسمحوا بإدخال محروقات. ولذلك أنا أعتقد بأن هذه الهدنة من شأنها أولا بالنسبة مهمة لجماهيرنا في قطاع غزة ولأهلنا لكي يلتقطوا أنفاسهم ولكي يعود الجزء الكبير منهم إلى ديارهم التي هدمت ولكي يتفقدوا أحوالهم الإنسانية والمعيشية، وحتى الأطفال يستطيعوا أن يناموا بشكل هادئ لمدة 4 أيام. وكل هذا في صعيد الجماهير، على صعيد المقاومة الفلسطينية أعتقد هذا مهم بالنسبة لها لكي تتحرك وتعيد اتصالاتها وكذلك تجري عملية ترميم لقدراتها العسكرية على ما والتسليحية يبدو أن الاحتلال الآن يستنشق الهواء بصعوبة بعد أن كان يرفض أي هدنة ويتحدث باستعلاء، الآن يرضخ لهدنة مع المقاومين الفلسطينيين، وهذه الهدنة بالتأكيد هي مكاسب أو حققت مكاسب لصالح المقاومة الفلسطينية بعد 49 يوما من التدمير والقتل الوحشي للأطفال والنساء والمدنيين. ابقى معي لو سمحت أستاذ راسم عبيدات، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نبيل الحلبي رئيس منظمة لايف الحقوقية، مرحبا بك مرة أخرى. بالتأكيد هذا الاتفاق أو هذه الهدنة بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية ستنعكس انعكاسا تلقي هذا الانعكاسات على الأوضاع في غزة وعلى الضفة الغربية، يا ترى من وجهة نظرك هل ستحمل هذه الهدنة أي انفراجة لصالح المدنيين، لصالح النساء الأطفال، لصالح الغزيين الذين يعني يواجهون أعتى قوة يعني الكيان الصهيوني الذي لا يعير اهتماما لا لرأي دولي ولا لرأي عالمي ولا لحالة إنسانية أمام هذا الكم والعدد الكبير من الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين؟ يعني بدون شك اليوم الهدنة الإنسانية المتوجة بصفقة التبادل وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر سيستفيد منه المدنيون الغزاويون الذين عانوا يعني في أكثر من 50 يوما من القتل والمجازر المتواصلة التي لم تستثني الأطفال. يعني عمليا بداية خلينا نتحدث عن موضوع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلات النساء المعتقلات والذكور القاصرين من سجون الاحتلال في الضفة الغربية. هذا أمر بغاية الأهمية لأن معاناة هؤلاء كانت طويلة جدا، وبالتالي أصلا يعني لم تكن يعني عملية احتجازهم مشروعة وقانونية. هذا من ناحية، يعني هذه الصفقة ستنهي هذه المأساة من هذا الشق. نأتي إلى غزة. غزة تعاني من حصار تجويعي وحصار يعني جائر، ونحن نعلم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم الحصار كأداة فعالة في المعركة، وهذه جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة. لذلك هناك استجابة سريعة لبدء يعني توافد المساعدات إلى القطاع المحاصر، وخاصة المساعدات الطبية العاجلة، لأن نحن نعلم هناك أعداد كبيرة من الجرحى لم يعني يستطع الطواقم الطبية من إسعافهم ومداواتهم بالشكل المطلوب نظرا لاستهداف المستشفيات، سواء كانت مستشفيات نظامية أو مستشفيات ميدانية. لم يستثني الطيران الحربي الإسرائيلي تلك الأعيان المدنية والمستشفيات من الأهداف. هناك حالات عديدة من المرضى الذين أيضا
يعني لم يتلقوا العلاج طوال هذه الفترة لنفاذ الأدوية ونفاذ العناية الطبية اللازمة وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات. هذه الاستجابة العاجلة ضرورية جدا، وهي يعني ممكن أن تنقل يعني أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى إلى خارج قطاع غزة إلى بعض الدول لاستكمال العلاج. عمليا هناك أعداد كبيرة من النازحين، يعني آلاف النازحين من القطاع شمال القطاع باتجاه الجنوب لا مأوى لهم، يعني هم بحاجة إلى مأوى حيث هم، لأن جميع المربعات السكنية في شمال قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل. هناك أيضا المدارس، وخاصة المدارس التي تتبع الأمم المتحدة وفوضية اللاجئين الأونروا، لذلك يعني أيضا الجيش الإسرائيلي لم يستثني ولم يحترم الشارات الدولية التي تحمي هذه المباني. يعني بدون شك هذه الهدنة ضرورية، وكان يجب هذه الهدنة مدتها 4 أيام أستاذ نبيل، يعني هل تعتقد أن هذه المدة كافية لإدخال المساعدات؟ طبعا يعني هناك يعني قوافل مكدسة معبر رفح وتنتظر الدخول، فهي يعني تستطيع على الأقل يعني الاستجابة السريعة للحالات الملحة بداية، ولكن أنا أعتقد بأن يعني هذه الهدنة ستستمر، يعني لن يعني هذا رأيي الخاص، يعني تعتقد أن هذه الهدنة ممكن أن تتمدد أكثر. طيب ابقى معي لو سمحت أستاذ نبيل، لأن الوسطاء وخاصة يعني دولة قطر بدأت تتهيأ لعملية تمديد فترة الهدنة لأكثر من 4 أيام، وبدأ المفاوضات بما بعد هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة من أجل يعني إيجاد حل شامل في هذا القطاع، وفي يعني لاحقا في موضوع القضية الفلسطينية ومشاكل من موضوع حل الدولتين وغيرها. بدأ الأفق السياسي يعني يدور الآن في المرحلة الثانية من المفاوضات، لذلك أعتقد بأن هذه الهدنة سيتم تمديدها، لأن ضرورة أن يتم تمديدها. في هذه النقطة هناك غضب عارم في العالم. اسمح لي فقط أستاذ نبيل، سأعود إليك مرة أخرى لأناقش هذه النقطة مع الأستاذ راسم عبيدات. إذا ما نجحت أستاذ راسم هذه الهدنة في تحقيق أهدافها، هل تتوقع أن تمدد هذه الهدنة مدة أطول، أم تتوقع أن يكون هناك عودة وبقوة لعمليات القتل الوحشي التي مارسها الكيان المحتل مرة أخرى مثلما صرح بنيامين نتنياهو؟ يا سيدي، عادة الاحتلال يضع أهداف متطرفة وتكون موجهة للداخل الإسرائيلي ولا يستطيع تحقيق هذه الأهداف، ولذلك أنا ندرك تماما أن نتنياهو الذي تحدث مع جلان وجلان وقالوا بأنه لن يكون هدن ولن يكون مفاوضات مع المقاومة الفلسطينية نزلوا عن الشجرة، وبالتالي أذعنوا لشروط المقاومة وخاضوا المفاوضات ووافقوا على الهدن. هذه الهدن هي تحتاجها دولة الاحتلال أكثر من يحتاجها أصلا الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي أنا أعتقد بأنها ستتمدد مرة ومرات في هذا الاتجاه، لأن هناك ضغوط كبيرة تمارس على دولة الاحتلال من قبل أهالي الجنود والأسرى من أجل الإفراج عن أبنائهم المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنا أعتقد بأن هذه الهدنة نتاج هناك أزمة، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعيش أزمة عميقة على الجانبين الأمني والعسكري، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يترنح وخاصة في القطاعات الأساسية، ونتحدث عن الصناعة والزراعة والسياحة والنفط وباقية المؤسسات تعمل ب 50% من طاقتها الإنتاجية، ناهيك عن أن قيمة الشيكل تتراجع بشكل كبير، وأيضا البورصة الإسرائيلية هي في طريقها إلى الانهيار، والشركات
الاستثمارية تنقل مركز عملها إلى خارج فلسطين، والمستوطنين يهربون من الشمال ويهربون من الجنوب ولا يجدون مكانا آمنا، ناهيك عن أن الأزمة العميقة البنيوية والسياسية والمجتمعية التي تضرب دولة الكيان منذ ما يسمى بتعديل التشريعات القضائية التي قام بها نتنياهو لتحصين نفسه سياسيا وشخصيا حتى ينجو من المحاكمة. أستاذ راسم، أن تستثمر المقاومة هذه المدة الزمنية، هذه الهدنة، حتى وإن تمددت إلى مدة أطول، هل تعتقد أنها سوف تستثمر هذه الهدنة من أجل تحقيق مكاسب إضافية، إضافة للمكاسب الذي حققته متمثلة بالهدنة نفسها؟ نعم، المقاومة الفلسطينية ستستثمر ذلك بشكل كبير جدا. المسألة ليست في القطر في الهدن الإنسانية، المقاومة الفلسطينية ستستثمر ذلك من أجل أن تكون هناك صفقات جديدة لتبادل الأسرى، وصولا إلى الصفقة الكبرى بتحرير كل أسرى شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين إلى عند المقاومة الفلسطينية. كذلك هي ستضع شروط في إطار ما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار، وكذلك رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، باتجاه أن يكون هناك حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، وليس عودة إلى ما يسمى بالمؤتمرات الدولية من جديد. المسألة واضحة هنا، يجب العمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية، باتجاه أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس في هذا الاتجاه. ولذلك موازين القوى هي التي تصنع هذه الوقائع. ما يجري على الأرض هو الذي يصنع موازين قوى، وأنت تجد أن الاحتلال وافق على أن يكون مقابل كل مدني إسرائيلي يتم إطلاق سراحه 3 من الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي أنا أعتقد جازما أن هذه الدولة بعد هذه الهزيمة الكبرى التي تلقتها في معركة طوفان الأقصى وعدم قدرتها على تحقيق أي إنجازات حقيقية على أرض الواقع، لأنها كلما توغلت في قطاع غزة غرقت في المستنقع ودفعت المزيد من الخسائر البشرية جنودا وضباطا، وفي الجنب المدرعات وأيضا الدبابات التي يجري تدميرها. والحديث عندما تتحدث عن تدمير 335 مدرع ودبابة في هذا الاتجاه، فهذا رقم غير مسبوق في السابق. ومن هنا أقول بشكل واضح أن المقاومة تحقق المزيد من المكاسب والإنجازات من خلال هذه الهدن المتواترة، وصولا أن الاحتلال لن يستطيع أن يخوض، وأشدد لن يستطيع أن يخوض حرب طويلة في ظل اقتصاد إسرائيلي يعيش في أوضاع جدا صعبة. لنناقش موضوع الاقتصاد الإسرائيلي المهدد الآن أستاذ راسم عبيدات، وهذه نقطة مهمة أيضا سنناقشها. اسمح لي فقط أن أتحول بالسؤال للأستاذ نبيل الحلبي. أستاذ نبيل، من وجهة نظرك ما مدى قوة ضغط ورقة الضغط ملف الأسرة هنا في الحؤول دون وقوع أي خروقات لهذه الهدنة؟ لطالما شهدت تاريخ هدنا كثيرة ما بين المقاومة الفلسطينية وبين القوة المحتلة الإسرائيلية، ولكن كما حصل عام 2014 وما قبلها الكثير، هناك خروقات كثيرة لأي هدنة تتم بين الطرفين. الآن وخلال معركة طوفان الأقصى، إلى أي مدى تعتقد أن ملف الأسرى فيه من القوة بمكان يمنع حصول أي خروقات في هذه الهدنة، وإن كانت هذه الهدنة هي 4 أيام؟ بدون شك أن هناك ضغوطات كبيرة كانت على نتنياهو من قبل عوائل الأسرى الإسرائيليين. هناك مظاهرات حاشدة كانت في تل أبيب، صدامات مع الشرطة أحيانا، فضلا أن هناك من الأسرى من حملة الجنسية المزدوجة فرنسيين وأمريكيين. لذلك هناك ضغوطات أيضا دولية على حكومة نتنياهو من أجل القبول بموضوع صفقة التبادل. الأمر الآخر، هناك قلق متصاعد كان عند العملية البرية أن يتم فقدان الأسرى حياتهم
أثناء القصف العشوائي الذي استهدف المربعات السكنية داخل القطاع. لذلك شهدنا بيانات عديدة للمقاومة الفلسطينية تتحدث عن أن العديد من الأسرى الإسرائيليين قتلوا من فعل القصف العشوائي، وبالتالي هذا الأمر أكيد فعال سيكون، وهناك ضغط وانقسام أيضا داخل الحكومة، حكومة الحرب الإسرائيلية، بين جانس وبين نتنياهو حول ضرورة يعني إبرام هذه الصفقة وعدم الاستمرار بالمعركة البرية، فهي تستنزف يعني حياة الجنود وتعرض الأسرى للخطر. هذا ما يقوله العديد من المسؤولين الإسرائيليين. طيب ابقى معي أيضا، سأعود إليك مرة أخرى أستاذ نبيل الحلبي. أستاذ راسم، ذكرت لنا أن هناك ربما نقاط ضعف مستجدة تتعلق بالاقتصاد الذي يضغط على الكيان الصهيوني. هل يمكن استثمار هذه النقطة من قبل المقاومة لتحصيل مكاسب عسكرية ومكاسب لصالح المقاومة الفلسطينية من خلال هذا الضغط الكبير الذي يقع على عاتق العدو الصهيوني أو الكيان الإسرائيلي الغاصب؟ نعم يا سيدي، أنت عندما تتحدث أن 80% من قوة العمل الإسرائيلية جيش الاحتياط، هذا الجيش الذي تواجد في قطاع غزة هو يحتاج إلى 1.3 مليار دولار رواتب شهرية، يضاف لها 500,000 دولار مكافئات. كل دبابة يجب تدميرها في قطاع غزة تكلفتها 5 مليون دولار، كل مدرعة، أقل مدرعة 500,000 دولار. في أيضا كل قذيف، كل صاروخ يطلق على قطاع غزة 250,000 دولار، كل صاروخ اعتراضي يطلق من القبب الحديدية هو 50,000 دولار. وكل أيضا في هذه عندما تتحدث في 50,000 دولار و 250,000 دولار، وعندما تتحدث أن جيش الاحتلال يحتاج إلى أسلحة وجوانب اللوجستية، كل يوم يحتاج إلى كل أسبوع يحتاجون إلى 1 مليار دولار في هذا الاتجاه، وتكلفة وأيضا يحتاجون إلى 600 مليون دولار أسبوعيا لتغطية العمليات العسكرية. كل هذه التكاليف الباهظة جدا والخسائر تحفر عميقا في الاقتصاد الإسرائيلي. دولة الاحتلال اقترضت 6 مليار دولار، وهي رغم أن مساعدات أمريكا بلغت 3 مليار دولار في هذا الاتجاه، ولكنها لا تكفي. ولذلك أنا أعتقد جازما بأن هذه المعركة هي ستكون نتائج إيجابية تنعكس على المقاومة الفلسطينية وتنعكس على القضية الفلسطينية بشكل عام. نحن ندرك أننا دفعنا ثمنا باهظا على صعيد الخسائر البشرية، الجرائم والمجازر وحرب الإبادة والحرق والعقوبات الجماعية، كل هذا دفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا، ولكن بالمقابل هذا الشعب الفلسطيني يستطيع أن يقول أنه حقق إنجاز في هذا الاتجاه، يراكم عليه باتجاه تحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني التي منذ 75 عاما وحتى اليوم والمجتمع الدولي يبيع شعبنا الأوهام والكذب والخداع والتضليل، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتحدث عن ما يسمى بحل الدولتين وعلى الصعيد العملي هي لا تريد أن تمنح شعبنا الفلسطيني لا دولة مستقلة، لا عن طريق لا عن طريق السلم ولا عن طريق الحرب، هي تريد للشعب الفلسطيني أن يبقى تحت الاحتلال ضمن ما يسمى بالمشاريع الاقتصادية. وكذلك هي دولة الاحتلال لا تريد أن تعطي هذا الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والاستقلال وإقامة دولته المستقلة. الآن هناك في معادل، وهذا المعادل هو قوة عسكرية تمتلكها المقاومة الفلسطينية وقادرة أن تلحق خسائر، وأيضا ليست فقط خسائر، هي قادرة أن توجه هزيمة لهذا الاحتلال. ولذلك لو كانت الاحتلال عليك أن تدرك هو مشروع استثماري للعديد من الشركات العملاقة والمؤسسات والدول التي تسيطر على 3/4 العالم. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقادتها وجنرالاتها ورئيسها ووزير خارجيتها وكل دول رؤساء دول الغرب الاستعماري ووزراء خارجيتهم هبوا مباشرة
لنجد دولة الاحتلال والوقوف إلى جانبها وزيارتها، ليس حبا في دولة الاحتلال، هم يدافعون عن مصالحهم في هذه المنطقة، لأن دولة الاحتلال منذ اليوم الأول لم تستطع، أصبحت ليست الشريك الاستراتيجي القادر على تحقيق المصالح والأهداف الأمريكية في هذه المنطقة، ولذلك جاءوا لكي يقودوا هذه المعركة مباشرة، ولذلك من يقود المعركة عسكريا وأمنيا في قطاع غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال هي أداة تنفيذية في هذا الاتجاه. ودول الغرب الاستعماري وأمريكا، عليك أن تلاحظ قضية أساسية، هم لن يهبوا إلا لنجدة بعضهم البعض وأبناء جلدتهم، ولذلك لو كان الشعب الفلسطيني من أبناء العيون الزرقاء والبشرة البيضاء والشعر الأشقر لهبوا لنجدته كما حصل في أوكرانيا، ولذلك هم في سبيل مصالحهم مستعدين أن يحرقوا الأخضر واليابس وحتى قطع الأكسجين عن الأفقاد. وها هم هبوا لنجدة ما كانت تصرح به أو تصف نفسها إسرائيل بأنها تمتلك جيشا لا يقهر، وها نحن نرى بأعيننا ما فعلته بالمدنيين، وما فعله هذا الجيش الذي لا يقهر بالمدنيين، والذي ما فعل ما فعله لولا الدعم الأمريكي له. اسمح لي فقط أستاذ، سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ راسم، بعد الهدنة الإنسانية مشاهدينا الكرام، هذه الهدنة المؤقتة في غزة، يخشى كثير من سكان القطاع من خروقات محتملة قد يرتكبها الاحتلال خلال أيام الهدنة الأربعة، لعدم ثقتها بسلطات الاحتلال التي دأبت على خرق القوانين والأعراف الدولية. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير المصور، كونوا معنا. إذن وهذا، أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية عن الهدنة التي جاءت ضمن مكاسب المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب. نتحدث عن مكاسب هذه الهدنة، وهل هناك ثمة خروقات محتملة، وكيف ممكن أن تكون أو يكون ثقل ورقة تبادل الأسرى في ميدان هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، التي تميزت عن غيرها أو سابقاتها من المعارك بأن لها وقعا كبيرا وقويا ومؤثرا في الساحة ضد الكيان الصهيوني الغاصب. أستاذ نبيل الحلبي، مجلة فورين أفرز الأمريكية قالت إن حركة حماس كانت على نفس قدم المساواة مع الكيان الصهيوني من حيث تسليط الضوء إعلاميا على ما يجري في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى. يا ترى هذه المعركة بما تميزت عن سابقاتها من المعارك؟ 49 يوما مرت وهناك يعني إعلام أو ماكينة إعلامية حديثة للمقاومة الفلسطينية
أسهمت بشكل كبير في نقل واقع هذا الجيش الذي لا يقهر، الذي يستعرض عضلاته بقتل الأطفال، بقتل النساء، بهدم البنى التحتية المدنية، ولا يواجه مواجهة فعلية وجها لوجه مع المقاومين الفلسطينيين. كيف استخدمت واستثمرت المقاومة الفلسطينية مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام بشكل عام، الإعلام الحديث، في تسليط الضوء على الانتصارات التي حققتها، حيث أن الكثير من العسكريين وصف أو يرى أن ما حققه جيش الاحتلال من تدمير للمباني المدنية ما هي إلا علامات هزيمة وليس انتصار، وأن هذه الهدنة هي أحدى أو إحدى إشاراتها. تفضل. يعني طبعا عمليا استهداف المدنيين هو عمل مدان وجبان ولا يرقى إلى العمليات العسكرية المشروعة. يعني ما تميزت به هذه المعركة، وهي ليست المرة الأولى بأن تقوم المقاومة الفلسطينية باستهداف أهداف عسكرية بالذات، يعني نحن نتذكر عندما قامت بأسر الجندي شليط وغيرها من الأهداف العسكرية المشروعة، وحتى أثناء قصفها لمطار بن غوريون تقوم الفصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا بإنذار منظمة الطيران المدني الدولي بعدم استخدام مطار بن غوريون ووقف الرحلات الدولية إلى هذا المطار باعتباره أصبح هدفا مزدوجا وهو يستخدم لأغراض عسكرية. كل هذه يعني السلوكيات التي اتسمت بالعمل المقاوم داخل فلسطين وفي غزة مؤخرا يندرج ضمن احترام قواعد قانون الإنسان الدولي، وهذا يعني بالجانب الاحتلال نرى الاستهداف يكون فقط للمدنيين، للأعيان المدنية، للأشخاص المدنيين، وحتى للمدارس التي ترفع الشرات الدولية، المدارس التي تتبع يعني الأونروا التابعة للأمم المتحدة. ليس هناك أدنى الاحترام لقواعد قانون الإنسان الدولي وقواعد الحرب. ولكن يعني نرى بأن هناك أيضا رأي عام دولي كبير جارف خاصة في الدول الغربية يتناقض مع الحكومات التي أيدت الاحتلال في جرائمه. يعني عندما يتحدث قادة بعض الحكومات الغربية بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ونحن نعلم بأن عملية طوفان الأقصى استهدفت غلاف غزة، إذا عدنا لتعريف ما هو غلاف غزة، هي عمليا المستوطنات التي تحتل جزء من هذا القطاع، ونحن نعلم بأن القانون الدولي يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية لأنها على أراضي التي احتلت بعد 5 حزيران 1967، وبالتالي كيف يعقل لهذه الدول، لقادة هذه الدول، أن يقولوا بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، وكأنهم يقولون بأن الاحتلال من حقه أن يدافع عن نفسه ضد المقاومة التي سنتها جميع الشرائع والميثاق الأساسي للأمم المتحدة. هذه التناقضات جعلت موجة غضب، يعني دفعت لموجة غضب كبيرة لدى الشعوب الغربية التي يعني شاهدت هذه المأساة من خلال الإعلام الموازي، مواقع التواصل الاجتماعي، لأن نحن نعلم بأن الشبكات والقنوات الغربية كلها تحت سيطرة اللوبي الصهيوني في الخارج، ولكن الإعلام البديل كان يعني فعالا ولا يستطيع أحد ضبطه، بالرغم من محاولات عديدة من يعني مواقع عديدة من مواقع التواصل الاجتماعي حجبت بعض المشاهد والصور وعطلت بعض الحسابات. كل ذلك يعني اعتداء على حرية التعبير ونقل المعلومات بخلاف ما كان يتغنى به هذه المجتمعات وهذه الحكومات باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. يعني إذا حرقت الكتاب المقدس القرآن الكريم يتحدثون عن حرية التعبير، بينما إذا أردت أن تعبر عن مأساة فهذا ممنوع.
وإذا كانت هناك مظاهرات لتأييد مثلا من يحرقون القرآن أو يعتدون على المقدسات وغيرها فهذا مباح، وإذا قمت باحتجاجات لتلك الدول من أجل وقف الحرب فقط، وقف الحرب ووقف إطلاق النار وعدم قتل المدنيين، فهذا عمل مدان. وهناك بعض الحكومات هددت اللاجئين والمهاجرين العرب بسحب الإقامات منهم في حال شاركوا بهذه التظاهرات. فطبعا المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية بانت يعني على حقيقتها بأنها تستخدم يعني حقوق الإنسان كواجهة من أجل تصدير بعض الأفكار المنحرفة، بينما عندما يعني نشاهد يعني انتهاك لأسمى حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة نراها كالنعامة يعني تغطي رأسها في التراب. لذلك طبعا عندما يسقط الشهداء تلو الشهداء والمدنيين والضحايا تسقط معهم العديد من الأقنعة في هذه المعركة. نعم ابقوا معي لو سمحت، وهذه نقطة مهمة أستاذ نبيل الحلبي. دائما المجتمع الدولي يستخدم حقوق الإنسان كلافتة أو كواسطة لتبرير مواقف أخرى. أستاذ، بالعودة إليك أستاذ راسم عبيدات، يعني كيف تنظر أو تصف مواقف أو موقف المجتمع الدولي تجاه المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل من نساء وأطفال؟ المجتمع الدولي يعني متهم بأنه يتعامل بازدواجية، المجتمع الدولي متهم بأنه يحمي أي ظواهر شاذة، ولكن عندما يكون الأمر إنسانيا واضحا وصريحا تراه يدس رأسه في التراب. تفضل. نعم يا سيدي، ما تتحدث عنه في ما يسمى بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وما يسمونه بحقوق الإنسان والإنسانية والديمقراطية والحريات، كل هذا سقط على بوابات غزة. ونحن ندرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك ودول أوروبا الغربية. نحن نتحدث عن الأنظمة في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه الجرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهم يدركون ذلك، ولكن هم يستخدمون هذه المؤسسات الدولية وتطويحها من أجل خدمة أهدافهم ومصالحهم في هذه المنطقة. ولذلك وجدنا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصر على عدم وقف إطلاق النار، وأيضا هي كانت تقول بشكل واضح أنها تقف إلى جانب دولة الاحتلال في الحق الدفاع عن نفسها. لأول مرة نشهد أن دولة محتلة لديها الحق فيها تدافع عن نفسها. هذا أي قانون دولي يجيز لدولة الاحتلال، وبالمقابل يصف من يريد أن يحصل على حقوقه الوطنية والمشروعة ورفع الحصار عنه والظلم يتهم بممارسة الإرهاب وبممارسة الجرائم ويجري شيطنته ودعشنته في هذا الاتجاه. هذا القانون الدولي يا سيدي، هذه الوصفات نحن ندركها جيدا، ويجري بيعها من قبل الغرب الاستعماري والولايات المتحدة الأمريكية للشعوب الضعيفة. هم يستخدمون تلك المؤسسات من أجل معاقبة الدول الضعيفة أو أي دولة تخرج عن الإرادة الأمريكية وإرادة دول أوروبا الغربية. لذلك نحن لدينا 957 قرار من المؤسسات الدولية، جمعية عامة ومجلس أمن ومجلس حقوق الإنسان، لم يجري تطبيق أي قرار منها لصالح القضية الفلسطينية، وأبقت أمريكا ودول الغرب الاستعماري دولة الاحتلال دولة فوق القانون الدولي، ولم يفرض عليها أي عقوبة أو تتخذ بحقها أي قرار يدين ارتكابها لجرائم الحرب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني أو خروقاتها في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين أو في مدينة القدس أو المسجد الأقصى. لذلك هذه أصبحت من وجهة نظري هذه من يجب عدم الالتفات من الآن وصاعدا إلى ما يسمى بالمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية. كلها شاهدنا ما جرى في قطاع غزة، ونحن ندرك تماما أن بعد
بعد مباشرة بعد الحرب الأوكرانية الروسية هبت كل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اللي تتحدث عن سيادة الدول وحقوق الإنسان والديمقراطيات والمجازر ضد المدنيين وإلى آخره. ولكن عندما تقوم دولة الاحتلال يتشكل لوبي إعلامي سياسي من دول الغرب الاستعماري والولايات المتحدة الأمريكية، ويتطوع العنصر ماكرون من أجل أن يشكل تحالف دولي تحت ذريعة شيطنة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية، وبايدن يقف شخصيا إلى جانب دولة الاحتلال فيما ترتكبه من جرائم. ولذلك هذه المؤسسات هي يجري تطويعها ويجري استخدامها من أجل تنفيذ ما يريده الغرب الاستعماري والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه، لأنها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة اتخذت حق نقض الفيتو ضد القرار الروسي والبرازيلي والصيني وغيرهم في الأمم المتحدة لوقف الحرب أو السماح بأن يكون هناك هدن في مؤقتة في قطاع غزة، وكانت تصر على استمرار المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي وصلت كما قلت لك حد قطع الأكسجين عن الأطفال الرضع وقطع الكهرباء عن المشافي من أجل أن يموت مرضى السرطان وكذلك المرضى المصابين بالفشل الكلوي. هذه المؤسسات هي جزء من خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي الاستعماري في المنطقة بمثابة العصا التي يتم أن تكون مسلطة كسيف على رقاب الشعوب المظلومة. أنت تدرك تماما عندما غزوا على سبيل المثال غزوا العراق واحتلوا العراق ودمروا العراق تحت يافطة وذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ووجدنا بعد ذلك وزير خارجية أمريكا في تلك الفترة كولين باول يقول بأن المخابرات المركزية ضللتنا ولم يكن هناك أسلحة دمار شامل في العراق. ونفس الشيء اتخذوا من المشفى الشفاء، قالوا أن قيادة المقاومة الفلسطينية وهذه القلعة العسكرية هناك سيكون أنفاق ويكون هناك ملاجئ وسيكون هناك أسرى من جنود ومستوطنين ومقرات للمقاومة وأسلحة وصواريخ، وتمخض الجبل فولد فأرا وحققوا انتصارا على الجيش، رابع جيش في العالم ينتصر على أطفال خدج وأطفال رضع في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام في هذه التغطية، الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والمتخصص في الشأن الإسرائيلي ضيفي عبر سكايب، وأيضا شكرا لضيفي عبر الهاتف رئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي. إذا مشاهدي الكرام كنا معكم وهذه التغطية لسلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة. إلى تغطيات أخرى في أمان الله.